صاحب الفضيلة، هل من كلمة لبعض من اشتغل بتصنيف الناس إلى فرق إخواني وخطبي وجاني بدلا من الاهتمام بالدعوة والاجتماع؟ نحن نبين الأخطاء فقط، أما أن نصنف الناس فلا يجوز هذا، لأن هذا يوقع الشر والفتنة ويزيد الشر شرا والفرقة فرقة. لكن نبين الأخطاء ونبين الصواب، وكلنا نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكون جماعة واحدة بدل أن نكون جماعات متفرقة. هذا نتيجة تحزبات، ولو أننا تركنا هذه التحزبات وكنا كما كانت هذه البلاد من عهد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عهد قريب كانوا جماعة واحدة ويدا واحدة بإمامهم وبعلمائهم وبعامتهم كلهم جماعة واحدة، ما عرفنا هذه التقسمات وهذه الأفكار إلا من سنين قليلة. علينا أن نتركها ونرجع إلى ما كنا عليه من الحق والهدى، ونترك هذه الانقسامات. ولكن علينا أن نترك التنابز بالألقاب، علينا أن نترك التنابز بالألقاب، يقول هذا إخواني، هذا جامي، هذا كذا، هذا كذا، يزيد الشر شر. لا مانع أن نبين الأخطاء من غير أننا نقول فلان وعلان، يقول هذا خطأ وهذا صواب فقط. نعم.